جولة جديدة النهاردة من أولاد حمودة، سنتر أولاد حمودة موجودين في اسكندرية بكوس خلف شارع الإسعاف، شارع اسمه العنبري. الشارع ده جماعة مشهور بمحلات العبايات والهوم وير. النهاردة الفيديو بتاعنا بجد حرق أسعار شتوي. فيكتوريا سيكرت اللي سألته عليها جاية النهاردة مقاسات كبيرة وصغيرة وحرق سعر عبايات بقى وحاجات. الجزء ده ان شاء الله هنخليه لتصفيات الشتوي، هنتفرج على حاجات حلوه قوي. تعالوا بينا كده نبدا ونشوف الفيديو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ تمام، كله تمام. مدام منى انت عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام، ربنا بخير ان شاء الله. الله يخليك يا جماعه. مع اسره بسيطه كل حاجه عندنا ان شاء الله كامله متكامله. الله ينور. النهارده الفيديو بقى جبار. احنا عاملين حرق اسعار على الشتوي، اسعار طبعا خياليه عشان احنا بنصفي. تمام تمام. فالحته اللي انت تاخديها رزقك، محدش بقى يقول لي ايه مقاسات والوان، هي تصافي. تمام، انا بقولها لكم كده دغري، تصافي. خليه يلحق لان انا هقول سعر نص الثمن على طول. الله ينور. تمام، ان شاء الله النهارده هنعمل فيديو ان شاء الله جامد جدا ويوصل للجمهوريه كلها باذن الله. يلا بينا. مدام منى يا جماعه اسره بسيطه متكامله، بسم الله ما شاء الله عليها يعني على شغلها. تمام، عايزين نقول علواننا ان شاء الله. احنا محلات اولاد حموده. ايوه، محلاتنا اولاد حموده في اسكندريه. تمام، منطقه بكوس، اسكندريه منطقه بكوس، شارع الاسعاف، سنتر اولاد حموده. الملابس الجاهزه وغير جاهزه، قولوا بس اولاد حموده من على اول بكوس. احنا على مستوى الجمهوريه. تمام، بس على حسب المقاسات اللي موجوده بقى ايه شغل يعني ايه حرق اسعار. تمام، يلا بقى نبدا. يلا بينا. يلا بينا، توكلنا على الله. اول حاجه حرق اسعار النهارده، بصوا بقى اسعار كتير بقى يعني. احنا كل حاجه هنقول سعرها. حلو قوي. حاجه في الفيديو مش هنقول سعرها. تمام، اول عرض فيكتوريا سيكريت وصلت المقاسات الكبيره بالوانها. تمام، وصلت وهتتفرج ان شاء الله دلوقتي. الالوان خطيره خطيره، بس نكسب وقت كده ونتفرج على الكوليكشن الجديد. اول حاجه عرض، اللي مش هقول عرض كامل دلوقتي، هو اسعار مختلفه بس ماشي. كلها تحت. يلا بينا، يعني اللي هليه قدامها هقول سعره. ماشي، 125 جنيه. حلو، ادي اول واحد. بقى وكملوا بقى وانتوا عارفين الباقي. زي الفل. 125، ادي كده ابتدينا. دريس خروج 85 جنيه. 85 جنيه الوانه، ثلاث الوان، نهار ابيض واسود. بصوا يا بنات، دريس يتلبس معاكي بيت ويتلبس خروج. اقول لك على حاجه، خليه 75 بلاش 85. الله ينور عليك يا احمد، خامه عاليه جدا وتحفه. هو نظام دريس الفل. تمام، حته قطن حلوه خالص. الله ينور. تمام، التلبيس الحلو ده. تمام، سعر بقى هيبقى الفيديو هيبقى مشكل اسعار بس كلها تحت. ماشي، ركزوا بقى معانا لان دي اقل اسعار. يلا بينا. بسم الله، عباية خروج. حلو اهي. كام؟ كام؟ 125 جنيه. 125، بقول لكم حرق اسعار النهارده. واو، 125 جنيه. 125 دي؟ يلا يلا. على فكره خامتها تحفه. انا عايز ابقى سريع عشان الفيديو يعني مليان. في موديلات كتير، مش همسك عباية اقعد اغني يعني. تمام، بصي 125 جنيه. 125 جنيه زي الفل. تمام، العباية مو جاكيت اهي، ادي الجاكيت. تمام تمام، سوسه بتفتح معانا. العباية الرياضية دي أهي. ايوه، عشان انا رياضي فدايما بجيب حاجات رياضية. تمام، اهو جاكيت اهو. كابتن احمد يعني. جنيه. ايوه تمام، قطعتين ب 145 جنيه زي الفل. نص الثمن دي كنا نبيعها ب 300، تصافي قطن. حلو، ودي هتتلبس معاكي خريفي وصيفي. أيوة، ايامها جايه. ماشي، 125 جنيه. بصوا بقى المذهب ده كمان 125 جنيه. تمام، يلا البس. يلا بينا. امسك قصدي. حلوه قوي. 100 جنيه. 100 جنيه يا جماعه. 100 جنيه زي الفل. ركزوا معايا بقى في الاسعار عشان احنا بنحرق. بصوا شايفين العبايات 100 جنيه. جمال القطن اهو. ايوه اهو اللي احنا شايفينه ده. حلو قوي. عندها اولاد حموده ايه يا جدعان؟ كل حاجه موجوده. يا سلام، فريق العمل. هي 25 جنيه. حلو اهو. يلا حسن. ترنج رياضي بكام؟ 125 جنيه. 125 سنجل ده الوش وده القفا، ده الظهر. ده القفا. اهو ماشي. الحته اهي كام ده؟ 125 جنيه زي الفل. ده حموده، كل حاجه موجوده. ايوه كده، كل حاجه موجوده. ترنج السي واي يا باشا الخروج، بسم الله ما شاء الله. الحقيقه عشان الاسعار دي روزالين. الترنج ده روزالين، هفرد لكم حته ثانيه. مين روزالين؟ روزالين هقول لك عليها دلوقتي. ماشي، بص الحته دي خامه روزالين. ايوه قطن، حاجه كده تونيك. اتفرج على الحته طويل. 125 جنيه اهو. ادي الجاكيت حضرتك. ما شاء الله، ودي ظهره حلو قوي. ودي بنطلون. تمام، كام الترنج ده كله؟ ب 125 جنيه يا حسن. بصي عند اولاد حموده كل حاجه موجوده. بصوا يا جماعه الترنج، العبايه دي عبايه اهي تحفه، نصين اهي، 10 على 10، 135 جنيه زي الفل اهو. بص التحفه. ايه رايكم في الاسعار الحلوه دي؟ يلا احنا النهارده من ضحي لايكات ومنشن. يلا بسم الملابس الجاهزه وغير جاهزه. هي العبايه مجاكيت برده معانا.
ادي الجاكيت حضرتك يا مدام منى. واو جاكيت قدامك. ايه ده سبورتيف قوي ده. سبورتيف ربنا يوفقك يا مدام منى اهو. بس كام دي؟ بكام؟ 145 جنيه قلنا. 145 يا جماعه السبورتيف القمر دي. يلا بينا. ترنج القطن ده يا مدام منى اهو. تمام. الترنجات دي كانت يعني باكتر من ثمنها بكتير. يا جماعه هو بنص الثمن فعلا مش كلام يعني. زي الفل. ده اكيد 250 ما حدش يقنع ان هو اقل من 250. لا هو مبيعوه ب 125 جنيه. زي الفل. يبقى اولاد حموده بيضحي حسن. يلا حسن. ايه اللي بعده؟ بصي الجمال والخامه عندنا بسم الله ما شاء جمدان. الله جمدان. بكام التحف دي؟ دي عامله 135 جنيه. 135. يبقى احنا قلنا الفيديو هيبقى مشكل اسعار حسن. تمام. سكرين شوت بقى عشان الموديلات ياما النهارده. ايوه. بسرعه عشان الفيديو ما اطولش عليكم وتقدروا تشوفوا موديلات كتير. بصوا ده تريننج ده 135 جنيه. 135. يلا يلا بينا. السعر اللي انا قلت في الفيديو انت اللي هتيجي تاخدي بيه. حلو. احنا الحمد لله كلمتنا واحده عشان مصداقيه. زي الفل. بنطلونك قطن وتحفه زي ما انت شايفه. سويت بانس اهو. اهو وادي الحته اللي من فوق في منتهى الجمال والابداع. ميكي بقى وبندق. ادي الوش وادي الظهر. زي الفل. اهو بصي الجمال ده كام؟ تحفه. ده كام؟ 135. دفايه زي كده مثلا اهو. طيجرات. ادي التحفه دي. ايوه. بس هي مقاسها صغير شويه. بكام التحفه دي؟ بكام؟ عشان اخر قطعه ب 85 جنيه. 85 جنيه يا جماعه دي. تمام. احمر اهو. حلوه قوي. اللي بيشجع النادي الاهلي اهو. ادي التحفه. بص الجمال ده. جميل تحفه. بص الجمال ده كله اهو. ترنج رياضي برده. الروعه ده بكام؟ كوليكشن هو. كوليكشن كامل متكامل. تمام. هتلاقيني بفرد جلابيه بفرد بيجامه هو كوليكشن. كاش مايو. بص الجمال بكام اللقطه دي؟ بكام؟ 140 جنيه بس. 140 جنيه ده اللي قدامنا ده. قرب يا باشا على الجمال والدلال. اهو زي الفل. الله ينور. خدنا على حاجه ثانيه قطيفه. اهو. بكام التحفه ده؟ بكام؟ 135 جنيه. 135 جنيه. يلا اهو. تمام. 135 حسن. زي الفل. عبايه كمان. دي استقبال اسود ومقاسات خاصه. ايوه. 145 جنيه عشان اخر قطعه. الله ينور. بص المقاس عامل ازاي؟ 145 جنيه. 145 جنيه الحقي. مقاسها كبير دي. حلو. الحاجه اللي مقاسها كبير هتلاقيني بقول لك كبيره. الحاجه اللي مش كبيره مش هقول لك كبيره. وفي حاجات قطع يعني. ايوه طبعا تصافي. انا دغري تصافي. ايوه. تصافي عشان كده بتاخدي بالسعر ده. فانت تعالي انت ورزقك بقى انت المستفاده بالعروض. بص اللقطه التحفه دي الترنجل لبس خروج واتلبس بيتي. ده قطيفه قطن. حاجه في منتهى الجمال والابداع. اهو بصي اللقطه حلوه قوي. ادي اهو البنطلون زي ما حضرتك شايفه. تمام. اهو ودي الجاكيت زي الفل ومتبطن من جوه اهو. بكام التحفه ده؟ بكام؟ 150 جنيه. تمام. يلا يا حاج. اهو ادي البنطلون. تمام. اخر قطعه فروه اهي 125 جنيه. 125 اخر قطعه. زي الفل يا جماعه. من ضمن التصفيات المقاسات الكبيره كمان. اخر قطعه مقاس كبير. ايوه هي. بصي اخر قطعه. بصي المقاس عامل ازاي اهي ما شاء الله. 145 جنيه حسن. تمام. ادي البنطلون حضرتك اهو. اهو تمام. تمام. وادي الحته اللي من فوق. بكام التحفه ده؟ 250. لا يا باشا مش الكلام ده هناك. 210. بص اللقطه دي 150 جنيه التريننج. 150 جنيه التريننج ده. 150 جنيه يا سلمى. زي الفل. يلا يا سلمى. استنوا عشان دي قمر اصلا. بص يا جماعه دي شمواه. 125 جنيه. زي الفل. ده روزالين. يا دي روزالين. ده خامه روزالين. بص الجمال. فين الخروج؟ رايق. اهو. 145 جنيه. 145 جنيه. الجاكيت وادي البنطلون بتاعه. تصفيات. حاجة في الجمال. خروج. ده خروج. بصوا العبايه اللي ماسكها حسن. حلوه قوي دي حسن. رايقه وقطن. خامه 10 على 10. تحفه. بواحد ونص. يعني 150. تمام. الله يوفقك يا مدام منى. زي الفل. بص يا مدام منى الجمال اهو. ادي البنطلون حضرتك. بص الارانب اهي. وبيتفرج عليه الجاكيت كده. حلو قوي. بنقوله بكام؟ بنقوله بكام؟ 125 جنيه عشان ربنا يوفقك. زي الفل. تانية. 125 جنيه. 125 كده تريننج على بعضه. اخر قطعة. بصوا وايد ليج اهو كمان البنطلون. بصي كام ده؟ بكام؟ وايد ليج ده بكام؟ بكام؟ 145 يا حسن. يلا بيضحك حسن. يلا ضحكته ما كانش بيضحك. وايت ليج ده انا عارف. كمان لا ده سويت بانس. ايوه ما انا عارف. لا انا بتكلم عن تاني حضرتك. انت فاكرني ليه معزومين؟ خلي بالك. لا مش كده. ايوه ربنا يوفقك. بس الناس ده عامل ازاي؟ زي القمر. بكام اللقطه التحفه دي؟ بكام؟ دي لقطه البودكاست. ايوه تحفه قوي. 145 جنيه. 145 جنيه. الله ينور. ماشي يا سلمى. حته جميله تونيك. بصوا يا بنات عند اولاد حموده كل حاجه موجوده. ايه ادي الجاكيت
وادي البنطلون. حلو حلو. بكام ده؟ بكام؟ 145 جنيه كله. زي الفل. كل ده كده ب 145. 145 وبس. كله ب 145. تمام. يلا احرق يا باشا. حاضر عينيا الاثنين. بصوا الجمال. بكم السمع صوتك يا حسن؟ 125. القطن دي يا معلم حسن ب 125. محدش بقى يقول لي عايز كبير وصغير، هي اخر قطعه. زي الفل. 125 جنيه. الله ينور. وقطنه 15 على 10. الرياضيه دي كمان 125 سوسته للاخر. اهو الجمال اهو. زي الفل. الله ينور. اه بصوا يا جماعه ده ب 100 جنيه عشان اخر حته. اه الحقيقه يا عروسه الحقيقه 100 جنيه. تمام. العبايه المنقطه دي 125 اصليه. تنفع هديه عيد الام برضو؟ تنفع زي ما انت عايزه. دي دفايه. اه 85. اه البنطلون اسود بتاعها اهو 85. بيع وضيع. ايوه 140 جنيه. 140 يا بنات. ادي الترنج اهو كام. حلو قوي. الابيض ده جالنا منه كميه ثانيه اللي احنا قلنا عليه اللي هو فيه ديفول اهو ب 100 جنيه اهو. تمام. الديفول البسيط بتاعه يا جماعه مش 100 جنيه اهو. ايوه زي الفل ب 100 جنيه بس التريننج ده اهو. باين اهو في منه الاحمر اهو كمان ب 145 جنيه. الترنج الخروج ده الروزالين تحفه اهو. الروزالين ده برضو 145. ماشي اهو. اوه ده جميل ما شاء الله. زي الفل. ايه ده؟ اوعى تقول لي دي سوت. يا نهار ابيض سوت كامله. اه طبعا. بصوا بقى تصفيات بقى ولاد حموده كل حاجه موجوده. اه حلوه قوي اهو. سوت بالبادي بتاعه كمان اهو يا فندم. بصوا البنطلون برضو اه وايد ليج. ايوه 135 جنيه اخر قطعه. 135 جنيه القطعه الخضراء اخر قطعه حسن. تمام. وريها بس. بص ده مقاسه. اه زي الفل. 150 البيجامه القمر دي حلوه قوي ما شاء الله. بس في اي حد اولى بالكلام ده. بص ده طقم كامل اهو اخر قطعه برده عشان بنصفه. مش هقول لك عندي كميات لا انا بصفي فعلا. ايوه ادي البنطلون حضرتك. تمام تمام. وادي التوب. وادي التوب بتاعه. ايوه ماشي. وادي الحته اللي وادي الروبل من فوق. زي الفل. بكام كل ده؟ 145 جنيه. 145 طقم ده؟ 145 جنيه. اه تحفه. يونيك تونيك طويل. ايه ده؟ اه حلو قوي. ماشي يا حاج. ادي الوش وادي الضهر. تمام تمام. ده كده تونيك اهو. بصوا يا جماعه شايفه ومعاه أيوة. البنطلون بتاعه حلو جدا. بكام ده كله؟ بكام؟ 165 جنيه. 165 جنيه التونيك الطويل ده. على فكره انا عايز اقول لك ان ده في منه ايه؟ الوان؟ الصوت الكامل ده في منه اربع الوان ونسينا نقول عليهم. والله؟ اه والله. يعني مش اخر قطعه ولا حاجه. الصوت اهو. طب تمام. عندنا منه الدرجه دي. الموف. وعندنا الجنزير. ايوه وعندنا حلو قوي. تمام. زي الفل. اربع الوان. تمام. نفس. الله ينور. الخروج ده ب 145 جنيه بس. عشان حرق. حلو. هو كان نازل في عرض 180 كمان. لا خليناه كمان 145 عشان احنا بنصفي خلاص بقى كل سنه طيبه. طيب فانت بالنسبه لك دلوقتي خلاص يعني فاهمه. ادي البنطلون نفس الوقت الزبون بيستفاد من الكلام ده. طبعا 145 جنيه كل الترنج ده حلو قوي. البنطلون لوحده ب 145 جنيه. اتشي اه تمام. برضو دي عندك منه الوان ثانيه. بصوا الله عندك الوان ثانيه. هو البنطلون اسود في كل الحالات صح؟ اه اللي بيختلف الجاكيت. 195 جنيه. 195 جنيه ويا بخت العرايس. الله ينور. كملي منه كمان. تمام تمام. عندنا الترنج ده سعره 150 جنيه بس. 150 جنيه. شكله ايه ده؟ ايوه على فكره ده متبطن من جوه. اه اهو 150 جنيه. تمام حلو قوي يا جماعه. اهو على فكره ثلاث قطع فيها كمان فوتوير. اه تمام زي الفل. 150 جنيه. حلو. ده ابو 195 اه الفرزاتشي اهو. على فكره بيلبس. الخامات عندنا الشعار بتاعنا يا حسن. الخامات نسيت حسن. الخامات عندنا بتاخد بشكل ودي. تمام. فكرت بقى الناس قاعده دلوقتي مستنيه. بصي هو اخر مره عملنا الفيديو مع حضرتك من اسبوع كانت الالوان مكسوره يعني مش كامله. اه تمام. لا انا لما كلمتك في التليفون قلت لك يا مدام منى تعالي بسرعه عشان الالوان كلها جت موجود. بالذات كمان بتاعه المقاسات الايه الكبيره. الكبيره هي كل المقاسات جاهزه عندنا بس انا المقاس الكبير بجد وصل حالا. فاللي كان طالب وما كانش لاقي مقاس كبير وصل يا بنات. انا بقول لك وصل بكميات زي الفل. يعني مش هتكلميني على الواتساب وفي التليفون اقول لك ما عنديش. ده مستحيل يحصل. الله ينور. احنا كمان ظبطنا كل حاجه فيه. بصي الجمال. بصوا بنات الفيكتوريا اسم يعني اولاد حموده يا سيدي. الله. بصي البنطلون طول سنه كان قصير. بصي المقاس عامل ازاي حضرتك والخامه بقت اتقل.
بصي حضرتك اهو لازم الاختلاف يظهر. افرد لي الجاكيت افرد لي البنطلون ورينا بقى الفيكتوريا سيكريت ده كده البنطلون. بصي المقاس عامل ازاي حضرتك؟ ده تلبيس كام ده؟ ده بيلبس لحد 130 كيلو مش هقول لك 150 وافور. لا لا 130 من 120 ل 130 تمام. بصي الحته اخر جميل طولت سنه والفينش بتاعها بقى بسم الله ما شاء الله وكل حاجه فيها كله تحفه طبعا بقت عاليه جدا. الوانها ايه بقى حضرتك يا إيه؟ فندم طبعا حضرتك بيبقى موجود معانا ايوه اللون الرصاصي تمام واللون الاحمر اللون الاحمر ايوه حلوياته جميل الاحمر. ارجع ورا شويه يا مدام كده اهو 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 ارجع مدام ارجع يا مدام مش عايزين نشوف وش ارجع يا مدام ما استغناش عنك انت الغالي ربنا يخليك يا احمد يا رب. مدام منى يا جماعه اول واحده فعلا صورت في المكان ده والله مش بأفر بس دي حقيقه انتوا ليكم عزه عندي والله ربنا الاعلم. بترولي بصوا يا جماعه البترولي ولا البطيخي البطيخي جميل هي المفروض قسما بالله زادت بس انا مش هزودها هبيعها برده ب 250 الله ينور مش هزودها والحركه بتاعت يلا اهو يا مدام وادي البترول اهو يبقى دي مقاساتها من اول فين ايوه ما تاخدوش على حسن يا جماعه من اول 60 لحد 130 كيلو الله ينور دي حاجه مش موجوده بقى في اي مكان أوه. الله اكبر زي الفل هي بتتحرك لوحدك تمام بصي بقى المقاس يا سيدي اهو بصوا قد ايه يا جماعه البنطلون استنى بدم بدم بصوا العرض بتاعه يوم ورا يوم حبيبي يا نهار ابيض لسه اولاد حموده اهو لسه واصل من الجيم حاله بسم الله ما شاء الله اهي زي الفل كنا بنعملوه في الجيم يوسف صح اللي هو بتاع الضمه ولا التكه بتاع محمد هنيدي يا عم يا ست الكبيره بسم الله ما شاء الله زي الفل تمام واحمد حلمي برده كان اكس لارج ولا 2 اكس كان اكس لارج لا احنا عندنا احمد حلمي بقينا 5 اكس بس برضو يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم ده بقى خيالي بقى التريندات اللي كانت ب 300 و400 هنضربها كلها في سعر واحد ركزي معايا عشان العرض ده جامد قوي نعمل له جزء ثاني ولا نكمل يلا بينا نكمل لسه لا خيالي لسه خلي بالك يلا بينا يلا بينا ايوه لا سيب دي دلوقتي عشان نجمع كله للناس برضه معايا بقى كده الشغل بقى بتاع ماسه وبينكي وليندا الحاجات اللي هي كانت 350 انا هبيعها بنص الثمن اهو ما شاء الله ده ترنج اوكي حلو ده بقى الحاجات اللي هي الفول اوبشن بص الجمال ادي البنطلون اهو زي ما حضرتك شايفه اهو برده واسع ايوه الستايل الجديد ده كام التحفه دي بكام افرد لك كده ايه بص الجمال ده كله هيبقى في سعر واحد متقولش تمام ماشي والله سعر اول مره اقوله في المحل والله ما حصلت قبل كده قلبي وجعني يا عم ربنا يوفق ده الجاكيت زي ما حضرتك شايفه بص الجمال ايوه كلها حاجات لوكسيات بقى كله هيبقى عرض في سعر واحد يعني ممكن هم ممكن تلاقيهم مثلا حوالي زي 20 موديل كده ولا حاجه شوف الميداليه اللي هي العاليه اللي هي كل كل الموديلات دي نازل عليها سعر موحد هنعرفه هنعرف دلوقتي السعر شايفين كميه الشغل قد ايه كمان ورا احمد كتير اهو نور اهو يا سيدي بص الشغل العالي كله ماشي حاضر كله هيبقى في سعر واحد ايوه يلا خلي الغلابه تلبس يا سيدي قسما بالله 340 و350 الحته اللوكس دي تمام افرض اهو العرض ده كله هيبقى في سعر واحد يا مدام منى الحقي عشان ما حدش يجي يقول لك ان الموديلات خلصت الحقي ايوه الموديلات اللي قاعد منه قطع اللي قاعد منه قطعتين انت اولى بالسعر وفي شحن لاي مكان اي مكان في مصر ان شاء الله باذن الله كلميني في التليفون هتلاقيني معايا على طول تمام بصي الجمال ادي البنطلون ما شاء الله الله ينور زي الفل كل ده هيبقى في سعر واحد وده كمان معانا ده مدايل ده مدايل ده تبع العرض برضو ايوه حمود دمر الاسعار خد حسن جنبك يا خليك جنب حسن الموديلات هتبقى في سعر واحد كلها باذن الله عشان باذن الله جامد بصي تحفه ليندا اهو تحفه كله في سعر واحد الهاي كلاس دي بصوا يا جماعه الارنوبه اهو محمد حلو قوي 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 تحفه طبعا سعر واحد بكام ده بكام كام يا حسن نقول 250 لا انتوا كده ما عندكمش 250 انت كده عملت ايه خسرنا اكتر من كده ايه بالنسبه للزبون عادي برضو السعر انت كده ما عملتش حاجه انزل شويه حاول شويه لا ياما برضو 220 ياما بس الحته التحفه دي دي ب 300 تيري كواس دي احنا لسه النهارده هنسمع اسعار حلوه على فكره ده بطانيه من جوه بصوا
العرض ده كله هيبقى في 195 جنيه. اي جامه من اللي أي شفناها اللي هي كانت 300 و350 بدون مبالغ. ايوه احنا النت بص على اسعارهم عاملين ازاي. الله ينور. 195 جنيه. مش مكملين 200 جنيه. كل ده كده زي ما حضرتك شايفه. بصوا يا بنات كله ب 195. كل الميداليات دي سكرين شوت بقى اللي عايز. قسما بالله انا بضحي فعلا. اهو ماشي الصيفي. الله ينور عليك. فعشان كده بنحرق الايه الاسعار زي الفل. بص الكلام لسه برضه موديلات كتير. كل دي موديلات كل ده 195 جنيه الحقيقه العرض عشان هيفوتك كتير بامانه. حلو قوي كل الاشكال دي. بس الحته الميكي دي جميله قوي. اللي هيجي ينورنا اهلا وسهلا. اللي عايز كمان شعر طلع علينا. يلا يا حسن افرد الحته البيضه دي. بصي 195 بص الحته الكيوت دي. الله على الجمال. بسم الله ما شاء الله زي الفل. 195 فلامينجو. فلامينجو موديل الفلامينجو ده قمر قوي. بص الخيمة. ايوه انا عايز اخليها. لا ارفع لي البنطلون. ايوه خلصانة. بص الجمال زي الفل. الله ينور. حسن انت بتعذبني ليه يا حسن؟ يا عمال ترفع وارفع وانت ترفع. عايزين سلم بقى. ربنا يوفقك. 95 جنيه حلو. عرض ما يتفوتش هيفوتك كتير بامانه. ماشي يا احمد. هات لي يا باشا الحته دي كده. هات لي الصفر الاصفر ده وضرب النار يا حسن. الله يا حسن. ايه ايش الشعارات الجامده اللي عمال تطلع بيها دي؟ بس الجمله التحفه دي يا سيدي. ايه ده؟ ثلاث قطع. اه واو واو واو. بصوا الشياكه. الله حلوه الحته دي. بيلبس مناسبته. ايه ده السعر تاني؟ ايه ده السعر تاني؟ هي 95 جنيه حاج يوسف كسري. محدش هيصدق والله. انا مش مصدق. تعالى يا باشا تعالى. بص يا جماعه اهي. ايوه كده. ما تعذبنيش. 95 جنيه يا حسن. زي الفل. البنطلون ولا لا حسن؟ طلعي المستخبى يا حسن. بص يا باشا كل ده 195 جنيه اهو. ودي تونيك اللي بيحب الطويل. تمام. لو واحده طويله او بتحب الطويل. لو قاعده في بيت عيله ولا حاجه عشان ربنا يوفقها باذن الله. ايوه صح. اه بص يا باشا الجمال كل ده 195 جنيه. وريهم يا حاج البنطلون. اه دي طايره دي. تشجيره البنطلون حركت كل اللي جواه. اهو 195 جنيه. عندنا ده كمان 20 اللي بيعشقوا اللون الاسود بصراحه. دي خطيره قوي. بصوا 195 جنيه. 195 شغل ماسه وشغل ليندا. انا قلت لك من اول 85 في الفيديو. في التفاصيل اهو. انت قلت لي من 75. من اول 75 سويت شيرت صح؟ صح. عند اولاد حموده كل حاجه موجوده. الله ينور. بصوا بقى. هاتي فريد اللون الثاني اهو. ترنج التحفه ده على فكره ده ماتيريال عالي قوي 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 بجد بامانه يعني. شكله باين بصراحه. بص الحته دي اهو. ايوه. بصوا في اللبس كمان على المانيكان تحفه. بصي. أيوة في الاسود منه اهو. 195 جنيه. زي الفل. عند اولاد حموده كل حاجه موجوده. الحته الحمراء دي. عندنا دي كمان. اقول لك جملتها كام؟ كام؟ والله جملتها 300 جنيه. 195 جنيه. تبقى 195. بس انا ليها رايحه ب 195 عشان هي حته. ايوه. انت فاهمه وجهه نظري. خلاص بقى امسك حلال عليه ياخدها بقى. فبيبقى رزق بقى اللي ياخد الحاجات دي. حلال عليه. حاجات كلها لوكسيات. وده الاسود اهو. طب قسما بالله دي طرش. واو. هيفهموا طرش ولا طرش؟ طرش يعني يعني جامده يعني. جامده جدا. لا البنطلون كده. بصوا لا فعلا هي 195 جنيه. جامده والله. بص الجمال يا سيدي تعالى كله الجمال طلعت في ال